حاسس انك ورطت نفسك، خدتك الجلاله ومش عارف تتصرف. مالكيش دعوه بيا يا كاميليا. ايه عايده ما استقبلتش الخبر كويس؟ بالعكس استقبلته كويس جدا لدرجه مخوفاني. عندك حق، ما هو البارد ردت فعله ما بتبقاش متوقعه، انما العصبي بيطلع كل اللي جواه. هروح اتوتر برا البيت. اوعى تعمل كده، اللي زي عايده ما تعملش معايا كده. هي بارده وبتفكر وبتتكتك، انت كمان لازم تعمل زيها. وانت من امتى خايف على مصلحتي قوي كده؟ خلاص هسيبك انت تتصرف مع عايده، هتعرف تسد معاها؟ ده انا واخد علقه على ايدك قبل كده. ده كان موضوع قديم يا نبيل وخلص خلاص، كنت بحاول اخد حق ابويا منك. مش قادر اثق فيكي. خلاص استاذن انا بقى وانت تتصرف معاها. استني، كنت عايزه تقترحي عليا ايه؟ ودي الولد عند خاله، سيب لهم قرشين وخليه هو اللي يصرف عليه. اليوتما بيبقوا محتاجين يعيشوا في استقرار، صدقني ما ينفعش يعيش هنا وسط بيت الرعب ده. دي امرها سهل، عايده اعمل معاه ايه؟ خلص موضوع الولد الاول وبعدين نبقى نشوف هنعمل ايه مع عايده. سيب كل حاجه لوقتها يا نبيل. عاوز اعمل حمام. حمام؟ يا بنتي الايه يا كاميليا؟ دي خدتهم مقلب حراميه هيطلع من نفخه. ولسه شكل غلام الحاوي مليان على تم عينه. من اول عيني ما وقعت عليها وانا بقول انها مش سهله ابدا. ولما قدمت لها فرصه الانتقام كانت جاهزه ومستعده. بس جابت منين معلومه زي دي تخص نبيل وعايده؟ لسه ما توهش يا باشا. لا دي سائله ومذاكره من زمان قوي يا عزت. من قبل ما نتقابل انا وهي. ده مش مريحني ابدا. ليه؟ بالعكس انا شايف اللي بتعمله ده يا سنيور جلدوني في مصلحتنا. ايوه وهيخدمنا، خليهم هم ملهيين في شؤونهم الخاصه لحد ما القصر يتطربع على دماغهم واحنا نعرف نخلص حكايه الدهب مع ممدوح. سعاد بنتك اخبارها ايه؟ عايزه تتطلق. هي وفوزي عايزين نفس الحاجه. أنا حاولت معاهم كتير عشان أأجل الحكاية دي بس خلاص محدش ينفع، محدش فيهم بقى يسمعني. إنما أنت بتسأل عليها ليه دلوقتي؟